اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. أما بعد، فإن مجالس الذكر ولا سيما ما يقام منها في بيوت الله تبارك وتعالى التي أذن سبحانه أن ترفع ويذكر فيها اسمه من أعظم المجالس وأرفعها شأناً وأعلاها مقاماً، وفيها من العوائد الحميدة والثمار المباركة ما لا يحصى ولا يعد. وقد جاء في الصحيح، صحيح مسلم، من حديث معاوية رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن حلقة جلوس في المسجد نتذاكر، فقال: ما أجلسكم؟ قلنا: جلسنا نذكر الله وما من علينا به. فقال عليه الصلاة والسلام: آلله ما أجلسكم إلا ذلك؟ قلنا: والله ما أجلسنا إلا ذلك. قال: أما والله إني لم أستحلفكم تهمة لكم، ولكن أتاني جبريل آنفا فأخبرني أن الله يباهي بكم ملائكته. وجاء في الصحيح عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. فلله تبارك وتعالى الحمد أولا وآخرا، وله الشكر ظاهرا وباطنا على ما من به علينا من هذا المجلس المبارك في بيت من بيوت الله تبارك وتعالى. فنسأله جل في علاه الذي يسر لنا هذا الجلوس أن يبارك لنا فيه، وأن يمن علينا فيه بالعلم النافع والهداية لما يحبه ويرضاه، ونسأله جل وعلا أن يتقبله منا بقبول حسن، وأن يجعله في موازين حسناتنا، إنه سميع الدعاء، وهو أهل الرجاء، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وأما موضوع هذا اللقاء فعن التوكل على الله سبحانه وتعالى، وهو مقام عظيم من مقامات الدين العلية، ومنزلة رفيعة من منازل السائرين إلى الله تبارك وتعالى، بل هو جماع الإيمان وأساس الطاعة والعبادة. فإن قيام الدين على صدق التوكل على رب العالمين،
إذ إن العبد لا حول له ولا قوة إلا بالله، فالأمور كلها بيده، والعباد جميعهم طوع تدبيره وتسخيره، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. والأمر كما قال القائل: ما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن. خلقت العباد على ما علمت، وفي العلم يجري الفتى والمسن، على ذا مننت وهذا خذلت، وهذا أعنت وذا لم تعن، فمنهم شقي ومنهم سعيد، ومنهم قبيح ومنهم حسن. فالأمر لله تبارك وتعالى من قبل ومن بعد، علمه أحاط بالعباد ووسع كل شيء علما، ومشيئته نافذة فيهم، فما شاء كان طبقا لما شاء في الوقت الذي شاء، وقدرته شاملة لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، وإرادته كاملة لا راد لحكمه ولا معقب لقضائه، بيده الخفض والرفع والقبض والبسط والعز والذل والحياة والموت والغنى والفقر والضحك والبكاء والسعادة والشقاء والهداية والضلال. الأمر أمره، والخلق خلقه جل في علاه. أمور العباد كلها بيده سبحانه، يدبر شؤونهم كيف شاء، كل يوم هو في شأن، يحيي ويميت، ويعز ويذل، ويخفض ويرفع، ويقبض ويبسط. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وترزق من تشاء بغير حساب. لله ملك السماوات والأرض، يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا، ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا، ويجعل من يشاء عقيما، إنه عليم قدير. إنك لا تهدي من أحببت، ولكن الله يهدي من يشاء. فالأمر كله بيد الله سبحانه وتعالى. وهذا الخلق دال على كمال من خلقه وعظمة من أوجده وإحاطة علمه بمخلوقاته وقدرته سبحانه وتعالى على كل شيء.
الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. الخلق نفسه دليل على كمال خالقه وعظمة مبدعه وأنه سبحانه وتعالى أحاط بالخليقة علما وأحصى كل شيء عددا. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. ومقام التوكل مبني على حسن المعرفة بالله جل في علاه، فمن لم يعرف ربه بكماله وعظمته ونفوذ مشيئته وشمول قدرته وإحاطة علمه وكمال إرادته ونفوذ قضائه فإنه لا يحسن التوكل عليه. فالتوكل مبني على حسن المعرفة بالله، ولهذا كلما قوي إيمان العبد بالله تبارك وتعالى وصحت معرفته به جل في علاه قوي توكله عليه وعظم التجاؤه إليه وفوض أموره كلها إليه ولجأ إليه في كل شأن من شؤونه ومصلحة من مصالحه وحاجة من حاجاته، أموره الدينية والدنيوية. وقد تكاثرت الدلائل في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم أمرا بالتوكل وحثا عليه وبيانا لمكانته العلية ومنزلته الرفيعة وذكرا لثماره العظيمة وعوائده الحميدة التي يجنيها المتوكلون على الله في دنياهم وأخراهم. وقد جعل الله تبارك وتعالى التوكل شرطا في صحة الإيمان والإسلام، كما قال سبحانه وتعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وقال جل وعلا: وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. وقد أمر الله سبحانه وتعالى عباده بالتوكل، وذكر التوكل صفة لعباده المؤمنين وأوليائه المقربين، وذكر أن من أعظم التجائهم إلى الله سبحانه وتعالى التجاؤهم إليه عز وجل اعتمادا في قلوبهم على الله وتفويضا لأمورهم كلها إليه جل في علاه وصدقا في حسن الالتجاء إليه سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: إنما المؤمنون الذين آمنوا
إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، أولئك أي المتصفون بهذه الصفات المتحلون بهذه النعوت هم المؤمنون حقا. وقال عز وجل في ذكر دعوات أوليائه المقربين: ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. وذكر الله سبحانه وتعالى عن شعيب عليه السلام قوله: وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. وذكر سبحانه وتعالى التوكل وصفا لجميع الأنبياء: وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا. وفي القرآن الكريم آيات كثيرة يأمر فيها رب العالمين نبيه محمدًا صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم وإمام المتوكلين بالتوكل على الله سبحانه. ومن ذلكم قول الله عز وجل: وتوكل على الحي الذي لا يموت. وقول الله سبحانه: وتوكل على العزيز الرحيم. وقول الله سبحانه: وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. وقول الله سبحانه: وتوكل على الله إنه هو السميع العليم، إلى غير ذلك من الآيات. وتأمل في هذه الآيات الارتباط بين التوكل والمعرفة بالله وأسمائه سبحانه وتعالى وصفاته. فمثلا قول الله جل وعلا: وتوكل على الحي الذي لا يموت، فيه أن التوكل الذي هو اعتماد القلب وتفويضه لا يكون إلا لمن هذا وصفه، الحي الذي لا يموت. ومن سوى الله لا يخلو من حالات ثلاث: إما حي سيموت، أو حي قد مات، أو جماد لا حياة له. وكل هؤلاء لا يتوكل على أحد منهم، وإنما يتوكل على الحي الذي لا يموت وهو الله رب العالمين سبحانه. ولهذا جاء في الصحيح، بل في الصحيحين، أن نبينا عليه الصلاة والسلام، وهذا من الاستجابة لقول الله: وتوكل على الحي الذي لا يموت، كان يقول في دعائه: اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت، أعوذ بعزتك، لا إله إلا أنت أن تضلني
فأنت الحي الذي لا يموت، والجن والإنس يموتون، فأنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. فالذي يتوكل عليه هو الحي الذي لا يموت سبحانه وتعالى، وهو الله رب العالمين. كل شيء هالك إلا وجهه، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. أيضا قوله وتوكل على العزيز، وتوكل على العزيز الرحيم، وتوكل على العزيز الحكيم. فهو تبارك وتعالى العزيز الذي لا يغلب من توكل عليه، الحكيم الذي لا يخذل من التجأ إليه، يضع الأمور سبحانه مواضعها. فمن توكل عليه كفاه، ومن التجأ إليه سبحانه وتعالى أعانه وهداه. قال الله عز وجل أليس الله بكاف عبده، وقال الله عز وجل ومن يتوكل على الله فهو حسبه أي كافيه. جاء في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال حسبنا الله ونعم الوكيل. قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وفي رواية للحديث في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان آخر ما قال إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار حسبنا الله ونعم الوكيل. فمن توكل على الله سبحانه وتعالى كفاه، وإن كادته السماوات والأرض ومن فيهن. الحاصل أن التوكل على الله جل وعلا مبني وقائم على حسن المعرفة بأسماء الله الحسنى وصفاته تبارك وتعالى العليا، وأنه كلما ازداد العبد معرفة بالله عظم توكله على الله وحسن التجاؤه إليه جل في علاه وصلحت شؤونه كلها. فمن كان بالله أعرف كان منه أخوف، ولعبادته أطلب، وعن معصيته أبعد. والتوكل على الله عز وجل أمر يقوم في قلب العبد المؤمن اعتمادا على الله سبحانه وتعالى، وتفويضا للأمور كلها إليه جل وعلا. هذه حقيقة التوكل، أمر يقوم في قلب العبد التجاء واعتمادا وتفويضا للأمور كلها إلى الله سبحانه وتعالى، إيمانا من العبد أنه
لا حول له ولا قوة ولا قدرة له على فعل شيء ولا قياما بأي مصلحة دينية أو دنيوية إلا إذا أمده الله بالمعونة والتوفيق والتسديد. ولهذا قال العلماء: التوكل عبادة مصاحبة للمؤمن في كل شؤونه وجميع مصالحه الدينية والدنيوية، فيحتاج في صلاته وصيامه وحجه وبره وإحسانه وغير ذلك من طاعاته إلى صدق التوكل على الله ليمده تبارك وتعالى بالمعونة والتوفيق والتسديد. وكذلك يحتاج إلى التوكل على الله تبارك وتعالى في جميع مصالحه الدنيوية وشؤونه وحاجاته. ولهذا جاء في الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: إذا خرج الرجل من بيته فقال: بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله، قيل له: هديت وكفيت ووقيت. وهذا الذكر المبارك يشرع للمسلم أن يقوله في كل مرة يخرج من بيته لمصالحه الدينية أو الدنيوية، فإنه لا غنى له عن ربه سبحانه وتعالى طرفة عين. وجاء في الحديث في سنن النسائي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم علم فاطمة بنته رضي الله عنها أن تقول كل صباح ومساء: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. وهذا فيه إظهار العبد عجزه وفقره وفاقته وحاجته إلى ربه وسيده ومولاه، وأنه لا غنى له عن ربه سبحانه وتعالى طرفة عين. ومن يطالع الأذكار المأثورة والأدعية النبوية سواء ما كان منها موظفا لأوقات معينة في اليوم والليلة أو كان مطلقا غير مقيد، يجد في كثير من هذه الأذكار والدعوات تعزيزا للتوكل وتجديدا له وتثبيتا لحقيقته في قلب المؤمن. فكلما كان العبد عظيم العناية بالأذكار المشروعة والدعوات المأثورة عن النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه مع فهم لمعانيها وتحقيق لما تقتضيه، أثمرت ثمارا عظيمة منها تحقيق التوكل وتقويته في قلب العبد. والتوكل على الله سبحانه وتعالى عبادة عظيمة
لا تعني تعطيل الأسباب، سواء منها الدينية أو الدنيوية والتواكل، وإنما حقيقة التوكل الجمع بين اعتماد القلب وتفويضه الأمر إلى الله سبحانه وتعالى وفعل الأسباب التي أمر الله سبحانه وتعالى عباده بها. ولهذا تجد في القرآن وفي سنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام نصوصا كثيرة فيها الجمع بين الأمرين، كقوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين، وقوله تعالى: قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب، وقول الله سبحانه: فاعبده وتوكل عليه. والآيات في هذا المعنى كثيرة. وفي السنة أحاديث عديدة جمع فيها بين الأمرين التوكل وفعل الأسباب، ومن ذلكم قول النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير، احرص على ما ينفعك واستعن بالله، احرص على ما ينفعك واستعن بالله، ولا تعجزن ولا تقل: لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل. وجاء في الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام في قصة الرجل الذي يسأل عن أمر ناقته، قال: أعقلها وأتوكل أو أطلقها وأتوكل؟ فقال عليه الصلاة والسلام: اعقلها وتوكل. قوله اعقلها هذا بذل للسبب، وقوله وتوكل هذا اعتماد على الله وعدم تعلق بالأسباب. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له، فمن كان من أهل السعادة يسره الله لعمل أهل السعادة، ومن كان من أهل الشقاوة يسره الله لعمل أهل الشقاوة. فجمع بين الأمرين. وجاء في الحديث في سنن الترمذي وغيره حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. فجمع بين الأمرين، فإن قوله تغدو هذا فعل للأسباب، لرزقكم كما يرزق الطير تغدو، وهذا فيه أن المتوكل على الله سبحانه وتعالى حقا وصدقا لا يعطل الأسباب التي أمره الله تبارك وتعالى بها، في مثل قوله: فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. قيل للإمام أحمد رحمه الله تعالى، أو سئل رحمه الله تعالى عمن لا يفعل الأسباب ويزعم أنه بذلك متوكل على الله، لا يفعل الأسباب ويزعم
أنه بذلك متوكل على الله. فقال رحمه الله: هذا قول رديء. وفي رواية قال: هؤلاء قوم مبتدعون. وقد قال الله سبحانه وتعالى: فاسعوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، وذروا البيع. ثم قال رحمه الله تعالى: هذا الذي يقول لا أعمل توكلا على الله، أليس إذا أوتي إليه بالشيء الذي عمل واجتهد في تحصيله يقبله؟ فكيف يقبل عمل غيره إذا كان لا يرى فعل الأسباب؟ لماذا إذا جيء له بالأشياء التي بذل أصحابها في تحصيلها الأسباب قبلها، وأما هو يبقى معطلا للأسباب؟ فإذا جاءه مثلا شخص بالمال الذي بذل السبب في تحصيله وقدم له المال قبله، وهذا الذي قدم له المال قد بذل الأسباب في تحصيل هذا المال، فإذا كان لا يرى فعل السبب لماذا يقبل ممن فعل السبب في تحصيل ذلك المال؟ ولهذا يقولون إن من دلائل فساد الاعتقاد عدم طرد صاحبه له، فتجده متناقضا ويكون في ما يقوله ويقرره يفعل بحسب هواه، يفعل بحسب هواه. ولما ذكر لعمر ابن الخطاب رضي الله عنه قوم أتوا من اليمن يزعمون أنهم المتوكلون وخرجوا بغير زاد، يزعمون أنهم المتوكلون وخرجوا بغير زاد، فقال رضي الله عنه: هؤلاء المتأكلون، هؤلاء المتأكلون، يخرج بغير زاد ثم يسأل الناس. قال: إنما المتوكل على الله من يلقي بذرة ويتوكل على الله. يلقي بذرة إشارة إلى فعل السبب، إشارة إلى فعل السبب. فالتوكل على الله سبحانه وتعالى لا يكون إلا بالجمع بين هذين الأمرين: اعتماد القلب على الله سبحانه وتعالى، وفي الوقت نفسه بذل الأسباب. والناس في هذا المقام طرفان ووسط، وخير الأمور أوساطها لا تفريطها ولا إفراطها، كما قال الله سبحانه: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، أي عدولا لا إفراط ولا تفريط ولا زيادة ولا تقصير ولا غلو ولا جفاء. فمن الناس في هذا الباب من عطل الأسباب وتركها ولم يقم بها اعتمادا على التوكل، اعتمادا على التوكل، وهذا يكثر عند أهل الطرق وأهل التصوف، يكثر عندهم ذلك، فتراهم معطلين للأسباب ويزعمون في ذلك أنهم متوكلون على الله، فلا يقوم الواحد منهم بالعمل وبذل الأسباب لمصالحه الدينية ومصالح الدنيوية ومصالح أولاده وأهل بيته وغير ذلك، ويزعم في ذلك أنه متوكل على الله سبحانه وتعالى، وهذا تواكل وليس بتوكل، هذا تواكل وليس بتوكل. أرأيتم لو أن شخصا قال: إن كان الله سبحانه وتعالى أراد
أن أكون من العلماء الكبار ومن الفقهاء المحققين ومن الأئمة المحصلين، يكون ذلك. أما أنا لن أقرأ كتابا ولن أجلس عند عالم ولن أحفظ حديثا ولن أذاكر علما، أيكون من كان هذا شأنه عالما فقيها؟ وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم، ومن يتحرى الخير يعطى ومن يتوقى الشر يوقى. ولهذا قال الشاعر: تمنيت أن تمسي فقيها مناظرا بغير عناء، والجنون فنون، وليس اكتساب المال دون مشقة تلقيتها، فالعلم كيف يكون؟ لا بد فيه من بذل الأسباب. ولو أن قائلا قال: إن كان الله عز وجل أراد أن يكون لي أولاد وذرية يكون، أما أنا لن أتزوج إلى أن أموت، أو آخر عنده أرض جيدة للزراعة ثم قال: إن شاء الله أن تكون عامرة بالنخيل والأشجار والزروع والخيرات، يكون، لكن لن أضع فيها بذرا ولن أغرس فيها نخلا ولا شجرة. فمثل هذه الأمور كلها من الحرمان والخذلان والمخالفة لشرع الله سبحانه وتعالى، لأن الشريعة جاءت بالأمر بفعل الأسباب والحث عليها. ومن يقرأ سيرة إمام المتوكلين صلى الله عليه وسلم يجد أن حياته كلها عامرة بفعل الأسباب صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. يقابل هؤلاء طائفة أخرى، يقابل هؤلاء طائفة أخرى يفعلون السبب ويعتمدون عليه ويعطلون التوكل على الله سبحانه وتعالى اعتماداً على الأسباب والتفاتاً بالقلوب إليها. ثم الواحد من هؤلاء إن كتب له شيء من المصالح الدنيوية والمنافع الدنيوية تكبر وقال: إنما أوتيته على علم، أو ورثته كابراً عن كابر، فلا يكون معظماً لربه ولا مقراً بمنه وفضله وعطائه، فيجني بذلك على نفسه جنايات عظيمة. وإذا كان اعتماده على السبب معطلاً التوكل على الرب العظيم الذي بيده أزمة الأمور، فإنه بذلك لا يحصل إلا الحرمان والخسران، لا يحصل إلا الحرمان والخسران مع فوات الأجر والمثوبة من الله سبحانه وتعالى. وكم من إنسان اجتهد متوكلا على السبب الذي بذله غير معتمد عليه فلم يحصل خيرا، أو اجتهد واخترمته المنية قبل أن ينال شيئا مما بذل جهده فيه، فحرم نفسه من خير الدنيا والآخرة، من خير الدنيا والآخرة. الحاصل أن التوكل على الله سبحانه وتعالى جمع بين الأمرين، التوكل عمل وأمل، التوكل عطاء ورجاء، بذل والتجاء إلى الله سبحانه وتعالى. فحقيقة التوكل تقوم على هذين الأمرين معا،
ولا يكون متوكلا على الله سبحانه وتعالى حقا وصدقا إلا من حقق هذين الأمرين. ومرت الإشارة إلى كثير من أو عدد من النصوص، نصوص الكتاب والسنة التي فيها الجمع بين هذين الأمرين. ثم إن التوكل على الله سبحانه وتعالى الذي مر معنا أنه عبادة عظيمة جليلة مصاحبة للمسلم في مصالحه كلها الدينية والدنيوية، إذ لا غنى له عن ربه تبارك وتعالى طرفة عين ولا أقل من ذلك. جاء تأكيد هذه الحقيقة كما أسلفت وتقريرها في كثير من الدعوات المأثورة عن النبي صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، ولعلي أشير إلى جملة منها لتكون تلك الدعوات مسكاً للختام. فمن ذلكم حديث البراء عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أوى الرجل إلى فراشه أن يقول: اللهم إني أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. قال: واجعلهن من آخر ما تقول، فأكرم بنومة تكون مختومة، أكرم بنومة تكون مبدوءة بهذه الكلمات العظيمات، التجاء إلى الله سبحانه وتعالى وتفويض للأمر كله إلى الله جل وعلا. ولهذا جاء في الحديث أن من مات على هذه في نومة على هذه الكلمات مات على الفطرة، وإن أصبح حصل خيرا، وإن أصبح حصل خيرا، لأنه فوض أمره كله إلى الله سبحانه وتعالى. وجاء في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستفتح صلاته من الليل بقوله: اللهم لك الحمد، أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت الحق، وعدك الحق، وقولك الحق، ولقاؤك حق، والجنة حق، والنار حق، والنبيون حق، ومحمد صلى الله عليه وسلم حق، والساعة حق. اللهم لك أسلمت، وبك آمنت، وعليك توكلت، وإليك أنبت، وبك خاصمت، وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وجاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دعائه: اللهم لك أسلمت، وبك آمنت، وعليك توكلت، وإليك أنبت، وبك خاصمت، وإليك حاكمت، أعوذ بعزتك، لا إله إلا أنت، أن تضلني، فأنت الحي الذي لا يموت، والجن والإنس يموتون. وشرع لنا
في دخول المنزل والخروج منه وركوب الدابة وعند تناول الطعام وعند قراءة القرآن وغير ذلك، أن نبدأ بالبسملة، بسم الله، وهذه كلمة توكل واستعانة بالله تبارك وتعالى والتجاء إليه جل وعلا، والباء في بسم الله باء الاستعانة. وشرع لنا عند الخروج من المنزل لأي مصلحة دينية أو دنيوية أن نقول بسم الله، توكلت على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. وشرع لنا عند سماع المؤذن يقول حي على الصلاة، حي على الفلاح، أن نقول لا حول ولا قوة إلا بالله، وهي كلمة توكل واستعانة بالله سبحانه وتعالى، أي لا تحول من حال إلى حال ولا حصول قوة للعبد يؤدي بها مصالحه الدينية أو الدنيوية إلا بالله تبارك وتعالى. والحاصل أن الدعوات المأثورة والأذكار المشروعة فيها تعزيز لهذا المعنى وترسيخ له وتجديد لعهد الإيمان وقوة الصلة بالله سبحانه وتعالى. ونسأل الله جل في علاه أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك ذاكرين، لك شاكرين، إليك أواهين منيبين، لك مخبتين، لك مطيعين. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وثبت حجتنا، واهد قلوبنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخيمة صدورنا. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخره، علانيته وسره. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه. شكر الله للشيخ، نسأله تبارك وتعالى أن يجعل هذه الكلمات في موازين الحسنات،
ولا يحرمنا وإياه الأجر والمثوبة. بقي ثلاث دقائق. بقي ثلاث دقائق. ما يحتاج يكون بعد بين الأذان والإقامة. ما وصل. يمكن نكتفي. طيب هذا ترى شيخ. يقول السائل: ما حكم قول البعض توكلت على الله ثم عليك؟ وهل حديث اعقلها وتوكل ينطبق على هذه على هذا القول؟ الصحيح أنه لا يصح أن يقال توكلت على الله ثم عليك، لأن التوكل عبادة قلبية لا تكون إلا على الله، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. فقول القائل توكلت على الله ثم عليك هذه عبارة لا تصح، وإنما العطف ثم يكون في مثل ما شاء الله ثم شئت ونحو ذلك مما يستقيم به العطف بثم. أما التوكل فهو عبادة قلبية لا تكون إلا على الله سبحانه وتعالى. يقول أحسن الله إليكم: إذا كان يطلبني شخص بمبلغ مالي وقلت على الراتب، هل ينافي التوكل على الله؟ قوله على الراتب أي القضاء، قضاء الدين على الراتب عند تحصيل له. فالذي يظهر مثل هذه العبارة لا يقصد بقوله على الراتب اعتماد منه على ذلك، وإنما إحالة لمن عليه دين إلى الوقت الذي يكون فيه تحصيل هذا الراتب. فالعبارة الذي يظهر أنه لا حرج فيها والله أعلم. وشبيه بهذا السؤال يقول: اعتماد الإنسان على الراتب أنه أليس يقول إضعافا لإيمان الإنسان كما التجارة أكثر اعتمادا على الله؟ هذا بحسب قلب المرء، بحسب ما يكون أو ما يقوم في قلبه، ولا ينبغي للمرء أن يعتمد على مثل هذه الأمور، وإنما يكون اعتماده على الله سبحانه وتعالى، وتفويضه لأمره يجعل تفويض أمره إلى الله جل وعلا في جلب الأرزاق والمصالح الدينية والدنيوية. فعرفنا أن هذا المقام مقام لا بد فيه من بذل الأسباب، ومن بذل الأسباب في هذا المقام أن يحسن في وظيفته وأن يجيد في أداء عمله وأن يأتي به ناصحا غير غاش، فيأخذ ما يكون من مكافأة أو راتب وتكون مباركة عليه وعلى أهل بيته، ولا يعتمد على ذلك، لكنه يبذل السبب ويؤديه بأمانة ونصح، ويكون في كل ذلك متوكلا على الله جل وعلا. أحسن الله إليكم. يقول: هل ضعف التوكل والتفويض يعتبر ضعف في الإيمان؟ لا شك، لأن الأمر كما تقدم أمر التوكل مبني على حسن المعرفة بالله عز وجل وأسمائه سبحانه وتعالى وصفاته، ومر معنا من الآيات ما يوضح هذا المعنى ويقرره، كقوله: وتوكل على الحي الذي لا يموت، وقوله: وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. والوكيل اسم من أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى، اسم من أسماء الحسنى أي الكافي لمن توكل عليه، والمعين لمن التجأ إليه، كما قال الله سبحانه: أليس الله بكاف عبده. فكلما قويت المعرفة بالله وأنه سبحانه وتعالى نعم المولى ونعم النصير ونعم الوكيل، وأنه حسب المؤمن ونعم الوكيل جل في علاه، كلما قويت هذه المعرفة في قلب المؤمن كان لذلك الأثر البالغ في تحقيق التوكل.
أحسن الله إليكم. يقول: هل التوكل عمل قلبي فقط، حيث يرد قولا مثل توكلت على الله، ويرد فعلا تشرب أحد الصحابة السم، فكيف أجمع بينهما؟ التوكل عمل قلبي، وأما ما يكون باللسان فهذا دعاء، مثل اللهم عني ولا تعن علي، اللهم عني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، مثل بسم الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. هذه كلمات فيها الالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى، لكن أمرها بحسب ما يقوم في قلب العبد، فقد يقولها قولا مجردا بلسانه فتكون عديمة الأثر أو ضعيفة الأثر، وقد يقولها عن إيمان واعتقاد وثقة بالله تبارك وتعالى فتكون مثمرة الثمار العظيمة في حياة العبد. فالتوكل إنما هو ما قام في قلب العبد على الله سبحانه وتعالى اعتمادا عليه وصدقا في الالتجاء إليه سبحانه. أحسن الله إليكم. يقول: هل صلاة الاستخارة والإقبال على العمل مباشرة يعتبر من التوكل بحيث لا يدرس عواقب الأمور؟ صلاة الاستخارة فيها تفويض للأمر إلى الله سبحانه وتعالى، لكن الاستخارة تكون مع الاستشارة، فما خاب من استخار ولا ندم من استشار، فمطلوب من الأمرين، مطلوب من العبد الأمرين، كما قال الله تعالى: وشاورهم في الأمر وتوكل على الله. فلا بد من الأمرين معا، دراسة الأمر ومشاورة أهل الفضل والعقل واستنصاحهم، وبعد ذلك يستخير الله سبحانه وتعالى في هذا الأمر الذي هو قادم عليه وأقبلت نفسه عليه بعد الاستشارة والمدارسة والسؤال والتحري، فيصلي الاستخارة تفويضا منه لأمره كله إلى الله سبحانه، طالبا الخيرة منه جل في علاه. يعني الاستخارة تكون بعد الاستشارة؟ نعم، يستشير ويتأمل في الأمر، وإذا عزم يتوكل على الله ويؤدي هذه الصلاة مفوضا أمره فيها إلى الله سبحانه وتعالى، وداعيا بهذه الدعوات العظيمة المأثورة عن نبينا الكريم صلوات الله وسلامه عليه. أحسن الله إليكم. يقول: هل وجود شخص يتفاعل الإنسان به معه في أي عمل ينافي كمال التوكل على الله؟ هل وجود شخص يتفاعل الإنسان به معه في أي عمل ينافي كمال التوكل؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه الفأل، وكان صلى الله عليه وسلم يحب الفأل، ولما سئل عن الفأل قال الكلمة الطيبة. والفأل ينشط المسلم ولا يعيقه، بخلاف التطير والتشاؤم، فإنه يثبط المسلم ويتنافى مع صدق التوكل على الله سبحانه وتعالى. أما الفأل فأمر ينشط العبد ويجعله يقبل على الأمر، ففيه منفعة ولا مضرة فيه. وكان نبينا عليه الصلاة والسلام يعجبه الفأل. نعم، والتفاؤل سواء بالكلمة أو مثلا بأسماء الأشخاص، مثل أن يكون ساعيا في تجارة فيسمع شخصا ينادي آخر يا رابح فيتفاءل أنه سيربح، أو مثلا يا راشد أو نحو ذلك من الأسماء فيتفاءل وينشط، هذا كله أمر طيب
والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه الفأل. نعم. وإذا كان لحذاقة من معه في التجارة شيخ؟ حذاقة من معه في التجارة واستفادة من خبرته ودربته ومعرفته بالأمور، هذا أمر لا حرج على الإنسان فيه، وهو من جملة الأسباب التي تبذل، لكن لا يكون معتمدا على تلك الحذاقة ولا على تلك المهارة، وإنما يجعلها سببا يتخذه في طلبه للرزق، ويكون اعتماده على الله سبحانه وتعالى وحده، ويكون توكله عليه وحده. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز لي التفويض المطلق بغير بذل سبب، وكيف أجمع بينه وبين حديث 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب؟ التوكل ينبغي أن يكون كما تقدم مصاحبا للمسلم في كل أموره وجميع شؤونه الدينية والدنيوية. وأما حديث 70,000، حديث ابن عباس، وفيه قال النبي عليه الصلاة والسلام: هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. ذكر في أوصافهم أنهم لا يسترقون، أي لا يطلبون من غيرهم أن يرقيهم، وفي هذا التفات من قلب من يسترقي إلى من ذهب إليه، وهذا يتنافى مع تمام التوكل، لا يتنافى مع أصل التوكل، وإنما يتنافى مع تمام التوكل. ولهذا في الحديث نفسه لما قال حسين بن عبد الرحمن عندما لدغته العقرب قال: ما صنعت؟ قال: ارتقيت. قال: ما حملك على ذلك؟ فذكر الحديث: لا رقية إلا من عين أو حمى. قال: قد أحسن من انتهى إلى ما قد سمع. ثم ذكر له قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يسترقون، منبها بذلك إلى أن قول لا يسترقون تنبيه إلى الأولى والأكمل الذي هو كمال التوكل. لكن إذا استرقى الإنسان طلب الرقية من غيره، لا يقال إن هذا ينافي تمام ينافي أصل التوكل، وإنما هو ينافي كمال التوكل. فهؤلاء لكمال توكلهم على الله سبحانه وتعالى، لكمال توكلهم على الله، لا يسترقون، أي لا يطلبون من غيرهم ذلك. ومثله أيضا يقال في الكي، وهو مباح، والعلاج بالكي لا يتنافى مع أصل التوكل، لكن لما كان الكي في إيذاء للبدن وإضرار به بهذه النار، وإن كان له فائدة كما قال عليه الصلاة والسلام: شفاء أمتي في ثلاث، وذكر منها كية نار، في شفاء الكي، لكن لما كان فيه هذا الإيلام وهذا الإيذاء للبدن، ذكر النبي عليه الصلاة والسلام في صفات 70,000 الذين يدخلون الجنة بدون حساب ولا عذاب أنهم لا يفعلون هذا السبب، وإن كان فيه شفاء لا يفعلونه. وليس في هذا ترك للتداوي، لأن إمام المتوكلين عليه الصلاة والسلام أشار إلى أنواع من الأدوية، وابن القيم رحمه الله تعالى جمع في ذلك كتابه الطب النبوي من زاد المعاد، وذكر في ذلك أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال عليه الصلاة والسلام: تداووا عباد الله، ما أنزل الله من داء إلا وله دواء، علمه من علمه وجهله من جهله. ولما سئل: رأيت رقية نسترقيها ودواء نتداوى بها، أيرد ذلك من قضاء الله؟ قال: هو من قدر الله. الشاهد أن التداوي لا يتنافى مع التوكل،
وأما الاسترقاء والاكتواء فإن فيه منافاة لكماله وتمامه، ولهذا قال هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. أحسن الله إليك. يقول: في ظل ما يشهده واقعنا من اعتماد الكثير في تعاملاتهم على المصالح والعلاقات، كيف يعايش المسلم هذا الواقع، وما هي الوسائل لتحقيق حسن التوكل على الله عز وجل؟ هذا يحتاج إلى إعادة المحاضرة من أولها. لكن بناء العلاقات دائما في أي عمل تجاري أو دعوي أو خيري، على كل حال التعامل في البيع والشراء أو التجارة أو الوظيفة بالخلق الحسن والمعاملة الطيبة والتعامل الكريم تقربا بذلك إلى الله سبحانه وتعالى، هذا يعد في صالح عمل المرء. وأما أن يتصنع للناس ويتعامل بالأخلاق للمصالح الدنيوية لا يقصد بذلك التقرب إلى الله سبحانه وتعالى وطلب موعوده الكريم، فإن هذا ليس هو خلق المؤمن، وإنما المؤمن يتعامل بالأخلاق الفاضلة والآداب الكاملة والتعاملات الكريمة تقربا إلى الله جل في علاه وطلبا لتوفيقه ومده وثوابه وأجره سبحانه وتعالى. وفي هذا المقام ينبغي على الإنسان أن يبتعد عن التصنع والتملق للناس، وإنما يعاملهم بالأخلاق الفاضلة والآداب الكاملة الإسلامية رجاء لثواب الله سبحانه وتعالى والبركة والمثوبة في الدنيا والآخرة، والمثوبة في الدنيا والآخرة. وأما التصنع من أجل المصالح الدنيوية ثم إذا انتهت المصالح الدنيوية توقفت تلك الأخلاق، ليس هذا خلق الله. ولهذا من الأشياء الشائعة يعني يقولون سلام مصلحة مثلا، يكون سلام مصلحة، أو يقولون مثلا ابتسامة من أجل المصلحة، أو أشياء من هذا القبيل. لا، ليست هذه الأخلاق الإسلامية، وليس هذا هو مقصود السلام ولا مقصود التعاملات الكريمة الفاضلة التي حثت عليها الشريعة الإسلامية. ومن لم يكن آتيا بالأخلاق الفاضلة متقربا بها إلى الله لا تكون يوم القيامة في صالح عمله، مهما عظمت تلك الأخلاق ومهما حسنت تلك التعاملات، لأنه لا يدخل في صالح عمل المرء إلا ما قصد به التقرب إلى الله. أحسن الله إليكم. يقول: عبارات تكثر مثل الثقة بالنفس والاعتماد على الذات، هل تصح هذه العبارات؟ الثقة كما يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في مدارج السالكين هي خلاصة التوكل ولبه، والتوكل لا يكون إلا على الله، لا يكون إلا على الله. فالثقة التي هي خلاصة التوكل ولبه لا تكون إلا بالله. وقد سئل الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى كما في مجموع فتاواه عن هل يجوز أن يقول القائل الثقة بالنفس أو أنا أثق بنفسي أو نحو هذه العبارات، فأفتى رحمه الله تعالى بعدم جواز ذلك، وقال: كيف يقول ذلك وفي الدعاء المأثور اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين؟ كيف يثق بنفسه وفي الدعاء المأثور اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين؟ فالثقة وكذلك الاعتماد، اعتماد مثل الثقة بالنفس أو الاعتماد على الذات أو نحو هذه العبارات، كلها
هذه عبارات حديثة، كلها عبارات حديثة، وكثير من هذه العبارات دخيلة ولا وجود لها أصلا عند أهل العلم ولا عند المتقدمين. ومثل هذه العبارات إنما نشأت من ضعف البصيرة والعلم بالهدي الصحيح والنهج القويم المبني على كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، هذا من جهة. ومن جهة أخرى عظم التعلق بالأسباب والالتفات إليها، ولهذا من مثلا كان عنده دربة على ما يسمى مثلا بالمهارات أو الوسائل والطرائق في التعامل أو نحو ذلك، وتعظم تلك في نفسه، ربما تولد عنده من بسبب تعلقه بهذه الأشياء ربما تولدت عنده مثل هذه العبارات، الثقة بالنفس والاعتماد على الذات أو نحو ذلك من الكلمات. أحسن الله عليكم. يقول: هل الخوف من المستقبل ينافي التوكل على الله؟ أمر مستقبل الأمر بيد الله، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. والواجب على المسلم أن يبذل الأسباب المشروعة المأذون بها، وأن يكون معتمدا على الله تبارك وتعالى. وأما أمر المستقبل فبيد الله عز وجل، قد يبني الشخص بيتا على أحسن ما يكون ويموت قبل اكتماله، وقد يزرع زرعا على أجمل ما يكون ويموت قبل حصاده، وقد يغرس نخلا ويموت قبل إثماره، وهذا يحصل كثيرا. فأمر المستقبل بيد الله سبحانه وتعالى، كل نفس ذائقة الموت، لكن على العبد أن يبذل الأسباب، يبذل الأسباب في أمور دينه وعباداته، يعمل بالحديث ويحسم أمره حسما تاما، إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وفي أمور دنيا يعمل على ترتيب مصالحه وإيجاد مثلا المسكن ووسيلة النقل مثلا، وأمور الرزق والمعيشة للأولاد. وإنك كما جاء في الحديث: أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. فيبذل الأسباب ويعمل ويجتهد ويجد لنفسه ولأولاده، يعمل ويتوكل في كل هذه الأمور على الله سبحانه، ويستعين به جل في علاه. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم: والله ما الفقر أخشى عليكم، ليس هذا لأمر مستقبلي شيخ؟ هذا الحديث قوله: ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم الدنيا، أخشى عليكم الدنيا، فيه أن تكالب الناس على الدنيا وانكبابهم عليها وتفانيهم في تحصيلها أمر مضر بالإنسان غاية المضرة. ولهذا جاء في الدعاء المأثور: اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم أن تفتح عليكم الدنيا كما فتحت على من كان قبلكم فتهلككم كما أهلكتهم. ولا يعني ذلك، لا يعني ذلك ترك الإنسان تحصيل مصالح الدنيوية أو اكتساب الرزق أو العناية مثلا بالتجارة الرابحة النافعة،
لا يعني ذلك، لكن الشريعة جاءت بالاعتدال في هذا الباب، جاءت بالاعتدال، يبذل الإنسان الأسباب ويحرص على التجارة واكتساب الرزق، يعمل على مثلا الحرث، الزرع، اقتناء مثلا الماشية إلى غير ذلك من الأمور والوسائل والطرائق. الشريعة جاءت بالحث على ذلك والترغيب فيه، لكن لا يجعل هذه الأشياء مبلغ علمه ومنتهى قصده، وإنما همه الآخرة والفوز برضا الله سبحانه وتعالى، ومع هذا الهم والرغبة في ثواب الله والدار الآخرة لم ينس نصيبه وحظه من الدنيا بالوسائل المشروعة، متوكلا على الله سبحانه وتعالى معتمدا عليه. أحسن الله إليكم. جاءنا أكثر من طلب بإقامة درس أو يوم علمي لفضيلتكم عندنا في حائل، أو يكون على الأقل درس فصلي أو في كل فصل، فنرفع الاقتراح لكم شيخ، والمنطقة بحاجة لأمثالكم. وأنا أحيل الطلب على الكفاءات العلمية الموجودة في البلد، نسأل الله أن ينفع بهم أجمعين. يعني ما نأخذ منك موعد يا شيخ على الأقل يوم علمي لشرح متن؟ لعل الكفاءات العلمية هنا يقومون بدروس، وهم قائمون إن شاء الله، دروس تكون يومية أو أسبوعية. وأشكر للجميع هذه الرغبة، وأسأل الله عز وجل لي ولهم التوفيق والسداد والمعونة على كل خير. شكر الله للشيخ، نسأله تبارك وتعالى أن يكتب خطواته وأن يكتب هذا المجلس من مجالس الذكر، أن يقال لنا في آخر مجلس أن قوموا مغفورا لكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ونعتذر لمن لم نعرض أسئلتهم لكثرة الأسئلة.